مفيش حد غواصين ولا فيها حاجه. مفيش فرقه محليه. مفيش حد جنب الحايد الساعه 2 الكلام ده مع بعض مع التليفون محدش راح له. محدش الساعه 2 الظهر الكلام ده من الساعه 12 في العنبر. طيب لكن احنا ما نقدرش نحدد هما في الثلاجه ولا في العنبر. في الثلاجه وفي في العنبر. في العنبر وفي الثلاجه وفي الاوضه. انت في الاوضه نفسها لان انا طلعت فوق. قال لك انت يا ابني اطلع له ثلاجه زي اوضه كده ومقفول عليها. لا 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 لا